البرازيل اليوم إلى حد ما فإنها فرحة المغاربة عموما نظرا للانتصار طبعا ونظرا للكم الهائل من الفرص اللي خلق المغرب وعرف واحد انتهاج هجومية جيدة جدا بخلاف الماتش ديال الافتتاح ضد الغانيين. ففي هذه المقابلة خلقنا العديد من الفرص لأن المقابلة كانت خاصة تسالي كون ترجمة ديك الفرص الأهداف كانت خاصة تسالي على الأقل بواحد 5 ولا واحد 6-0 وسميتو دزنا طبعا بهذا الانتصار دزنا ضمننا التأهل. غير أن خاصنا في القادم المباريات إن شاء الله خصوصا في المباراة ديال خروج المغلوب خاصنا نتغلبوا على هاد القضية ديال هدر الفرص خاصنا نشتغلوا عليها مزيان ونترينيو مزيان باش اللعابة ديالنا يوقع بيناتهم واحد الانسجام وواحد التجانس كبير باش تسهل علينا ترجمة الفرص سميتو الأهداف حقيقية لأن في أمام خصم قوي من طينة الكبار ما غاديش تكون عندنا هذا الكم الهائل من الفرص. المنتخب المغربي على أين عمليا ورقميا قام بالواجب ديالو تأهل وكنتمناو باش تحسن الأداء ديالو الهجومي أكثر لأن رغم ذلك فكيتسمى بالنسبة لي مخيب هذا الأداء الهجومي لأنه ما ترجمش الأهداف في ظل وجود ثغرات واضحة في الدفاع ديال جزر القمر. بالنسبة للدفاع ديالنا هو بقى ستابل الدفاع قام بالواجب ديالو مزيان الحارس بونو ما تختبرش وسط الميدان شيئا ما تحرك بالمقارنة بالماتش ديال غانا وعلى أي مقابلة نقدر نقول بأن لا بأس بها مادام جابت لنا الفوز وجابت لنا التأهل.